مرحبا بجميع أصدقاء متبعي قناة فلاش 90 دقيقة. في تحليل وتوقعات مباريات يوم الخميس، اخترت 10 مقابلات. أول لقاء الدوري الأوروبي، مرحلة الدوري، الجولة الثالثة، روما الإيطالية تستقبل فريق دينامو كييف الأوكراني. ترتيب الناديين في الدوري، لايس روم الإيطالي يحتل الرتبة 27 بنقطة واحدة من تعادل وهزيمة، دينامو كييف الأوكراني في الرتبة 35، 0 نقطة من هزيمتين. آخر مواجهة جمعت الناديان انتهت لصالح آيس روما في دوري الأبطال سنة 2007 بالانتصار خارج ديار 4-1. اللقاءات التاريخية تشهد الغلبة لكل نادي بانتصارين. آخر 5 مقابلات لكل فريق، آيس روما الإيطالي تعرض لهزيمتين، حقق تعادلين، انتصار. آخر لقاء الهزيمة في الدوري أمام إنتر ميلان داخل ميدان، 0-0. فريق دينامو كييف آخر 5 مقابلات، النادي حقق 3 انتصارات، تعرض لهزيمتين. آخر لقاء الانتصار في الدوري خارج الميدان بخماسية 1-1. أفضل توقع لمواجهة روما ودينامو كييف، أرشح فوز الفريق الإيطالي أمام دينامو كييف. المقابلة الثانية، فرانكفورت الألمانية الصعبة آر إف سي من دولة لاتفيا، ولمواجهة جمعت الناديان سابقا. اللقاءات 5 الأخيرة لكل نادي، فرانكفورت الألماني حقق انتصارين، تعادلين، تعرض لهزيمة أخيرة في الدوري أمام ليفركوزن خارج الميدان، 2-1. فريق آر إف سي آخر 5 مقابلات حقق 3 انتصارات، تعادل، تعرض لهزيمة. آخر لقاء الانتصار داخل الميدان في الدوري لاتفي برباعية 1-1. ترتيب الناديين في الدوري الأوروبي، فرانكفورت في الرتبة 9 ب4 نقاط من انتصار تعادل، آر إف سي في الرتبة 29 بنقطة واحدة من تعادل وهزيمة. أفضل توقع للمقابلة، أوفر 3، أي اللقاء سيشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر. المقابلة الثانية، فنربخشة التركي يستقبل مانشستر يونايتد. ترتيب الناديان في الدوري، فنربخشة في الرتبة 14 ب4 نقاط من انتصار تعادل، فريق مانشستر يونايتد في الرتبة 14 ب4 نقاط انتصار تعادل، مانشستر يونايتد في الرتبة 21 بنقطتين من تعادلين. آخر مواجهة جمعت الفريق التركي مع مانشستر يونايتد انتهت لصالح الأتراك في الدوري الأوروبي داخل الميدان 2-1. المواجهة التاريخية تشهد تكافؤ 3 انتصارات لكل نادي. آخر 5 مقابلات لكل فريق، فنربخشة التركي حقق تعادلين، انتصارين، تعرض لهزيمة. آخر لقاء التعادل خارج الميدان أمام سامسون في الدوري 2-2. آخر 5 مقابلات الفريق مانشستر يونايتد حقق انتصار، 3 تعادلات، مع تعرض نادي مانشستر لهزيمة. آخر لقاء الانتصار داخل الميدان أمام برنتفورد 2-1. أفضل توقع لمقابلة فنربخشة التركي ومانشستر يونايتد، أوفر 2، أي اللقاء سيشهد تسجيل 2 أو أكثر. هذا هو أفضل توقع لمقابلة فنربخشة مانشستر يونايتد. بالنسبة للمقابلة الرابعة، رونجرز الاسكتلندي يستقبل سوا بوخارست الروماني. ترتيب الناديان في الدوري، فريق رونجرز الاسكتلندي في الرتبة 17 ب3 نقاط من انتصار هزيمة، فريق سوا بوخارست الروماني في الرتبة 6 ب6 نقاط من انتصارين. آخر مواجهة جمعت الناديين في دوري أبطال أوروبا سنة 1995-1996 انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. اللقاءات التاريخية تشهد تكافؤ ما بين الفريقين، انتصار كل نادي مع لقاءين انتهوا بالتعادل. اللقاءات 5 الأخيرة لكل فريق، الرونجرز الأسكتلندي تعرض لهزيمتين، حقق 3 انتصارات. آخر لقاء الهزيمة في الدوري أمام كيلمارنوك 0-0 خارج الميدان. فريق سوا بوخارست آخر 5 مقابلات حقق 5 انتصارات، آخرها في ديربي أمام
دينامو بوخاريست الانتصار هدفين مقابل صفر خارج الميدان. أفضل توقع للقاء الرونجرز وسيوا بوخاريست، أرشح فوز الفريق الأسكتلندي الرونجرز داخل الميدان وتحقيق 3 نقاط. المقابلة الخامسة، تفينتي أنشخيدا الهولندي يستقبل لازيو روما الإيطالي. ترتيب الناديين في الدوري، تفينتي أنشخيدا في الرتبة 23 بنقطتين من تعادلين، فريق لازيو روما الإيطالي في الرتبة 3 6 نقاط من انتصارين. آخر مواجهة جمعت الناديين انتهت لصالح لازيو روما الانتصار هدف مقابل صفر خارج الميدان في لقاء ودي، اللقاء التاريخية لقاء واحد لصالح لازيو روما. آخر 5 مقابلات لكل فريق، فريق تفينتي أنشخيدا حقق 3 تعادلات انتصار تعرض لهزيمة، آخر لقاء تعادل أمام فالفيك في الدوري خارج الميدان 2 في كل شبكة. لازيو روما آخر 5 مقابلات النادي تعرض لهزيمة حقق 4 انتصارات، آخر لقاء لهزيمة خارج الميدان أمام اليوفي 0 مقابل 0. أفضل توقع للمواجهة، أرشح فوز لازيو روما أمام تفينتي أنشخيدا والوصول للنقطة 9. مقابلة توتنهام هوتسبور الإنجليزي يستقبل فريق أزيد الكمار الهولندي. ترتيب الناديين في الدوري، توتنهام هوتسبور في الرتبة 5 6 نقاط من انتصارين، فريق الكمار في الرتبة 18 ب3 نقاط من انتصار وهزيمة. آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت لا توجد، هذه ستكون أول مقابلة ما بين الناديين. اللقاءات 5 الأخيرة لكل فريق، فريق توتنهام هوتسبور حقق 4 انتصارات تعرض لهزيمة، آخر لقاء الانتصار في ديربي لندن أمام ويستهام برباعية مقابل هدف واحد داخل الميدان. القمار آخر 5 مقابلات النادي تعرض ل4 هزائم حقق انتصار، آخر لقاء الهزيمة داخل الديار في الدوري أمام بيز في ايندوفن 2 مقابل 1. أفضل توقع للقاء توتنهام هوتسبور أمام أزيد الكمار أوفر 3، أي اللقاء سيشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر. مقابلة أتلتيكو بيلباو الإسباني أمام سلافيا براغ تشيكي. ترتيب الناديين في الدوري، بيلباو في الرتبة، فريق بيلباو الإسباني يحتل الرتبة 12 ب4 نقاط من انتصار تعادل، سلافيا براغ في الرتبة 11 بنفس عدد النقاط من انتصار وتعادل. ولا مواجهة جمعت الناديين سابقا. الـ5 لقاءات الأخيرة لكل فريق، فريق أتلتيكو بيلباو الإسباني حقق انتصارين تعادلين تعرض لهزيمة، آخر لقاء الانتصار في الدوري أمام إسبانيول داخل الميدان برباعية مقابل هدف. فريق سلافيا براغ آخر 5 مقابلات النادي حقق 4 انتصارات تعادل، آخر لقاء الانتصار أمام جابلونيك في الدوري التشيكي خارج الميدان ب2 مقابل 1. أفضل توقع لمقابلة أتلتيكو بيلباو وسلافيا براغ، أرشح فوز الفريق الإسباني داخل الديار والوصول للنقطة 7. المقابلة 8، أولمبيك ليوني الفرنسي يستقبل بيسكتاش التركي. ترتيب الناديين في الدوري، أولمبيك ليون في الرتبة 4 6 نقاط من انتصارين، فريق بيسكتاش متديل الترتيب ب0 نقطة بهزيمتين. آخر مواجهة جمعت الناديين انتهت لصالح بيسكتاش في الدوري الأوروبي اليوروبا ليج 2017 في الوقت الأصلي الانتصار 2 مقابل 1، وانتصار أولمبيك ليون بضربة ترجيح 7-6. اللقاء التاريخي تشهد الغلبة بيسكتاش انتصارين مقابل انتصار ليون مع لقاء انتهى بالتعادل. اللقاءات 5 الأخيرة لكل نادي، أولمبيك ليون حقق 5 انتصارات آخرها أمام لوهافر خارج الميدان برباعية نظيفة في الدوري. بيسكتاش آخر 5 مقابلات حقق انتصارين تعادل تعرض لهزيمتين، اللقاء الأخير انتصار في الدوري التركي أمام كونياسبور 2 مقابل 0. أفضل توقع للمواجهة، أرشح بأن اللقاء سيشهد تسجيل 3 أهداف أو أكثر، أوفر 2.5. المقابلة 9، دوري المؤتمر الأوروبي الجولة 2، بانيثينايكوس اليوناني يستقبل فريق تشيلسي الإنجليزي. ترتيب الناديين في الدوري، بانيثينايكوس في الرتبة 19 بنقطة واحدة من تعادل، تشيلسي في الرتبة 6 3 نقاط من انتصار.
ولم واجه جمع الناديان سابقا. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، باناثينايكوس حقق انتصارين تعادلين، تعرض لهزيمة. آخر لقاء انتصار في الدوري اليوناني خارج الميدان، هدف مقابل صفر أمام فريق أوفي. فريق تشيلسي آخر خمس مقابلات النادي تعرض لهزيمة، حقق تعادل مع تحقيق ثلاث انتصارات. آخر لقاء لهزيمة خارج الميدان في البريمير ليج أمام ليفربول، هدفين مقابل هدف واحد. أفضل توقع للمقابلة، أرشح فوز الفريق اللندني تشيلسي أمام باناثينايكوس خارج الديار. المقابلة العاشرة والأخيرة، ريال بيتيس الإسباني يستقبل كوبنهاغن الدنماركي. ترتيب الناديين في الدوري، ريال بيتيس في الرتبة 27 صفر نقطة من هزيمة، كوبنهاغن في الرتبة 25 بنفس عدد النقاط من هزيمة. آخر مواجهة جمعت الناديان انتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. اللقاءات التاريخية تشهد الانتصار بيتيس مقابلة والتعادل في اللقاء. اللقاءات الخمس الأخيرة لكل نادي، فريق بيتيس حقق انتصارين تعادل، تعرض لهزيمتين. آخر لقاء الانتصار أمام أوساسونا في الدوري خارج الديار، هدفين مقابل هدف واحد. كوبنهاغن آخر خمس مقابلات النادي حقق ثلاث انتصارات، تعادل، تعرض لهزيمة. آخر لقاء الانتصار في الدوري أمام فيجيل داخل الميدان بثلاثية مقابل هدف واحد. أفضل توقع للمواجهة، أرشح فوز الفريق الأندلسي بيتيس أمام كوبنهاغن وتحقيق أولى النقاط في دوري المؤتمر الأوروبي. هذا الأصدقاء أما توقعاتي وتحليلي لعشر مقابلات يوم الخميس. بالأخير، حظ موفق للجميع.